أنا مات هاتر. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض أفلام الوحوش القديمة من دون أن تدرك بأن قوة السجلات كانت تطلق أشرار الأفلام في بعد جديد آخر. ترتيب هذه الفوضى صار من وظيفة عائلة هاتر، ولكن بعد أن أسروا جدي صار علي الآن أن أصبح البطل التالي من آل هاتر. روكسي، أعرف أنه راودك شعور بوجود أمر مهم في فخ الموت المتهاوي هذا، ولكن أشعر بأنك ستحطمين عنقك قبل إيجاده. أنا أفضل متعاقبة في الكواكب المتعددة. إنه أكثر من شعور، وقد وجدت ما أبحث عنه مهما كان ذلك. أمسكت به. انظر إلى هذا. إنها مدلاة هالة، وهي قديمة جدا. ورائحتها كريهة للغاية. كيف تعمل؟ أظن أنه علينا أن نضغط هنا. واو! ألفريد هاتر؟ إذن هاري، ما المفاجأة التي سيحضرها مات في يوم زواجنا؟ لا أعلم يا عزيزتي، ولكنني آمل أن ينتهي قريبا. هاي مات، أنا أتدور جوعا، متى سنأكل؟ أكاد أنتهي يا أبي، ابقى خارج المطبخ. مارلون، مرر لي حبة توت بري. شكرا مارلون. هاي روكسي، ما الجديد؟ مات، تعال إلى إقليم الآثار بسرعة، نظن أننا نعرف أين ألفريد. ماذا جدي؟ أكمل خفق البيض يا مارلون، علي أن أذهب لأجد جدي. إذا كان جدي في إقليم الآثار فهذا هو مقصدي. كان هذا سريعا، رقم قياسي. قلتما إنكما تعرفان مكان جدي، أين هو؟ أنت حقا لن تصدق هذا مات. ما هذا؟ انظر. آسف يا مات، كان علي أن أحذرك. جدي، أين أنت؟ لماذا نعجز عن سماعه؟ كنت أحاول إصلاح الصوت، أدوات التواصل التي تعمل بواسطة الأحجار الكريمة، دقيقة للغاية. جدي، أين أنت يا جدي؟ ستجدني في إقليم الآثار. أنا مجبر. لا، لقد اختفى. لكن هذا رائع، لدينا دليل يمكن أن يوصلنا إلى مكانه. قال إنه في إقليم الآثار، ولكن أين؟ إنه إقليم شاسع والآثار هائلة.
لن نجد أحجار طاقة ذات رائحة كريهة إلا في فوهات الكبريت في ديسكوريا. أخطر مكان في الإقليم بالطبع. سأذهب إلى أي مكان لاستعادة جدي. يريدون تحرير ألفريد العجوز سيدي، فكر فيما سيكون حل هذا المكان بوجود فردين من آل هاتر. هذا لن يحدث أبدا. بقوة المادة والفضاء سأصنع فخا يوقف الفتى هاتر. حسنا سوف ننزل. مهلا لحظة، أنا عطشان وطعم المياه في الطبقات السفلى مريع ورائحتها أسوأ. تبدو النجوم جميلة اليوم ولكن الليل لم يحل. مهلا، إنه فخ من تاناروك. اركبا الطوافة، تمسكا، علينا أن نسبق الإعصار. إنه قوي جدا. تمسكا، الرؤية المتعددة، نحن في قلب الإعصار. أبطئ. من؟ علينا أن نصل إلى أعلاه. كرات ثلجية؟ وهي حية. تمسكا. أنا لدي فكرة. ماذا؟ التوجيه كان جيدا ولكن الهبوط مخيف. إنها طريقة تذكرتها من نفق الأعاصير، إنه فيلم قديم شاهدته يتحدث عن كيف أن الرياح لا تهب أبدا في قلب العاصفة. أشعر بدوار شديد وكأن دماغي يتحرك. تحطمت الطوافة. سنكمل سيرا على الأقدام. سأجرب تشغيل المدلاة مجددا. لا تزال معطلة، أريد التحدث إلى جدي. إذا كان تانيروك يحاول إيقافنا فنحن في الطريق الصحيح، هيا فلنتحرك. كل ما قمت به هو أنك ساعدتهم على النزول يا سيدي. ماذا قلت أيها المزعج؟ لا شيء، قلت إنها كارثة كبيرة يا سيدي. أخبرني ماذا ستفعل الآن؟ المزعجون هربوا من فخي، ولكن يمكنني أن أستدعي شريرا لا يقدر أحد على الهروب منه. استيقظ يا ماينوتور واسحق أعدائي الآن. أن لك عدوا ذكيا دفعك للاستعانة بمهاراتي. يوجد بطل جديد من آلهات طليق في عالمنا، إنه فتى يسعى إلى تحرير ألفريد هاتر. الهزيمة الوحيدة التي تعرضت لها كانت على يد فرد من آل هاتر. أنا آمرك بأن توقفه إلى الأبد. سأحتجز ذلك المزعج في كابوس لن يستيقظ منه. جيد. هل تتخيلان كم سيكون الوضع أفضل بوجود جدي؟ سنمسك بالأشرار بسرعة لدرجة أننا سنحتاج إلى قاذفات الخلايا، صحيح جوميز؟ جوميز؟ ما الأمر يا جوميز؟ فطر، إنه يسبب لي القشعريرة. إنه يخاف من الفطر. لا داعي للسخر يا روكسي. قلت لك. لم يكن أنا، بل كان أنا، وأنا أكثر رعبا من الفطر.
حذاري يا جوميز. أتساءل كم سيطول الوقت على تانرك قبل أن يرسل شريرا لإيقافنا. سأقضي عليكم وإلى الأبد. شاهدت هذا المخلوق في انتقام الماينوتور. له رأس ثور ويسهل استفزازه ولا يمكن إيقافه عندما يهجم. احذري. هيا من هنا. سأقضي عليك هذه المرة. مصعد الحمام الآن. الآن جوميز. ستطلبون مني الرحمة قبل أن أنتهي منكم. لقد عاد. لن يتحمل المصعد كل هذا الوزن. سنتحطم. لن يهم ذلك إذا وصل إلينا أولا. حان وقت إمساك الثور من قرنيه. واو واو. مات. ناكسي. مات. أمسك يدي. إنه لا يتوقف أبدا. وأنا أيضا. شكرا روكسي. لن أخطي هذه المرة. لن يؤخره هذا طويلا. فلنخرج من هنا. ماذا عن ماينوتور؟ انتهي أمره. علينا الآن أن نجد جدي. مهلا مات. أنت بطل آل هاتر وإنقاذ الكوكب أكثر أهمية. لا ليس هذه المرة. الأولوية الآن هي العثور على جدي يا روكسي. حسنا مات. اتبعاني. كدنا نصل إلى فوهات الكبريت. إنها في الناحية الأخرى من المسرح القديم. رائع. أنا واثق من أنه لا يوجد ما يخيف هنا. ما الذي أخركم؟ ابتعد يا ماينوتور. لسنا هنا لنوقفك. ولكنني هنا لأوقفكم. ماذا يجري؟ ما هو هذا؟ أنا لا أعلم. نحن محتجزون. أهلا بكم في متاهة ماينوتور. حان وقت مواجهة مخاوفكم. حان وقت لعبتي. ولا سبيل للخروج. سنرى بهذا الشأن. الرؤية المتعددة. تضخيم. طريق مسدود. هذه الجدران إنها مصنوعة من نوع غريب من الطاقة. لما نحاول إيجاد طريق الخروج بينما يمكننا أن نقفز فوقه؟ لا يا روكسي. أمسكت بك. أنت بخير جوميز؟ أجل. شكرا. ما الذي حدث؟ الجدران محاطة بالطاقة. لن تنفع هذه الطريقة. إذن كيف نخرج الآن؟ لم يهرب أحد قط. نحن سنفعل. سوف ننفصل ونجد طريقا للخروج. إذا صرخت عاليا سأكون في ورطة. لابد أنه يوجد طريق. وها هو. ماذا؟ لن تهربي بهذه السهولة أيتها المقتفية الصغيرة. هذه لعبتي وستتبعين قوانيني. وأنا أغش. أنت لا تخيفني. ألا أخيفك؟ سيكشف لهاثي أعمق مخاوفك ثم سأستمتع بصرخات خوفك. ما الذي فعلت؟ ما هي؟ أظهر لي مخاوفك. مات؟ مات؟ إذن هذا هو أكبر مخاوفك.
أن يقع آخر أبطال الهاتر محرركما شجاع في قبضة زعيم الكوكب تينوروك. ماذا؟ لا 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 تستسلم معك. لا يمكنك إنقاذه. وخوفك له أساس من الصحة. سيسقط بطلك هاتر وستتبعه الكواكب الأخرى. تحطيم الآلام أكثر متعة من كسر العظام، ولكنني أحب القيام بالاثنين. متاهة متاهة، ليتني أحمل خيطا طويلا أو بعض فتات الخبز أو ربما نفحة من لهاثي ليكشف أكثر كوابيسك رعبا. ما هذا؟ إنه مقزز. ما الذي تخشاه أيها الصغير؟ حفر الأفاعي؟ وحوش الليل؟ الكائنات الشريرة؟ مات روكسي، ها أنتما، ظننت أن أهذا كل شيء؟ من بين الشرور التي في رأسك أكبر مخاوفك هو الفطر العملاق؟ مثير للشفقة. جوميز، هل أنت بخير؟ جدي جدي، هل يمكنك سماعي؟ نحتاج إلى المساعدة. دورك يا هاتر، دعني أكشف أعمق مخاوفك. لن تفعل شيئا يمكنه إخافتي. سوف نرى. جدي جدي، افتقدتك يا جدي جدي جدي، لا تذهب. كما ظننت، هذا هو أكبر مخاوفك، ألا تتمكن من العثور على جدك وأنت محق. لن تجده. لا، هذا ليس صحيحا أبدا. أو سأتركك لتغرق في عذابك هاتر. جدي، لما تهرب مني؟ جدي. ستجدني في إقليم الآثار. إذا فشلت في إيقاف تينوروك فالأمر يعود إلي. ستجدني في إقليم الآثار. إنها ليست آلة تواصل، بل هي رسالة قديمة مسجلة. إن جدي ليس في إقليم الآثار. الطريقة لتحرير جدي هي اتباع الأسلوب القديم، القضاء على جميع الأشرار. وأنا أعلم الآن بالضبط من أين سأبدأ. لا لا تستسلم، لا لا تستسلم. روكسي روكسي، عودي إلى وعيك. مات، إذا أنت بخير، ألم تستسلم؟ هل تمزحين؟ الهاتر لا يستسلمون أبدا. هيا فلنذهب لإيجاد جوميز، علينا القضاء على أحد الأشرار. الفطر العملاق، إنني أدوس عليه. الفطر العملاق، لا أحد يعرف أين يظهر. أرجوك اهدأ يا جوميز، أنا سوف أساعدك. في الواقع لا تتحرك، ابقى ثابتا كما أنت. مات، أنا أعرف تماما فيما تفكر. هل أنت موافقة يا روكسي؟ دعني أحذر، أنا توم. هذا صحيح. يا صاحب القرنين، تعال واتبعني. أيتها المقتفية الصغيرة، تغلبت على مخاوفك. هذا صحيح ماينوتور، وحان الوقت لأتغلب عليك. هل أوصلتني أيها الثور؟ عيناي أعجز عن الرؤية. الآن يا روكسي. ما الذي أحدث؟ ماذا فعلتما بي؟ الجدران محاطة بالطاقة، ألا تذكر؟ إنه يقوم بالتحول، احتجزهما. سأقضي عليك هاتر. لقد نجح.
هذه ليست النهاية هاتر. أحسنت عملا مات، أنت بطل هاتر حقيقي. إذا كانت هذه قدرات فرد واحد من آل هاتر، تخيل ماذا سيحدث لو نجح الفتى يوما في تحرير ألفريد. هذا لن يحدث أبدا يا كرو. ماذا حدث؟ هل وجدتما ألفريد؟ لا، لم يكن هنا قط يا جوميز، لكنني أشعر بأنني قريب من جدي أكثر من أي وقت. لعله وجد أدلة أخرى. إذا فعل فسوف أجدها، أعدك مات. أنا واثق من ذلك يا روكسي. مات، ها هي توصيلتك. علي أن أذهب. شكرا يا صديقاي. وداعا يا مات، نراك عما قريب. آسف بشأن مظهره، لا أظن أنني أجيد الطهو أمي. إنها رائعة مات. البيضة مميزة. هيا تمنيا شيئا. آمل أن يتحقق أجمل أحلامنا. حسنا، ربما ليس كلها أبي.